بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه وآله أحبتي في الله. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نتكلم على طريقة باش تنزل الكوليسترول أو تخفض الكوليسترول في الدم بدون استعمال يعني أي دواء. الطريقة يعني هي كالتالي، غادي ستاد خطوات. الأولى هو تقطع اللحم الأحمر، ما تاكلوش نهائيا، وغادي نقص من اللحوم البيضاء ديال الدواجن، وغادي تبعد على الألبان، منتجات الألبان يعني الزبدة، اللبن، الحليب. البيض غادي تاكل على الأقل يعني 4 البيضات في الأسبوع، ما تفوتهمش. يعني طرق 5، استعمال الدهون الأحادية يعني بحال زيت اللوز وزيت الزيتون. استعمل لسان الحمل في الطعام مزيان ممتاز، وخصك تمشى يعني بصفة مستمرة، يعني يوميا مشى تقريبا نص ساعة الصباح ونص ساعة في العشية. هذه هي طريقة يعني ممتازة والصحية ل خفض الكوليسترول بدون دواء. السلام عليكم. والأغذية الممتازة لهذا المرض هذا هو الخرشوف، يعني الجزر ثم البصلة يعني والنخالة ديال الشوفان وفول ديال الصويا والتفاح. هذه الأشياء ممتازة لهذا الأمر هذا. والسلام عليكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد في الطب البديل. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.